السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع اسمه كيوبيك. الموقع ده عبارة عن ايه؟ هو بيعمل لك التصميم كله في خطوات سهلة جدا زي ما نشوف مع بعض. تمام، كل عليك ان انت بترفع الملف بتاعك سواء PDF او CAD وتختار الديزاين وتبدأ تظبط. في ثواني بيبدأ يعمل لك التصميمات. Get start. طيب في ديمو بروجكت اهوت، وممكن نعمل احنا تيست بعد كده. خلينا نقول له ستارت اتست. البيلدنج نيم هنسميه مثلا بلازا. الفول ادرس هنقول له مثلا دوحة. تمام، انا بتكلم عن مشروع معين في دماغي يعني. تمام، متريك. تمام، لو عندك الملف الصورة هتبدأ تعمل له ابلود واللوجو. تمام، هو يبدأ يساعدك في التصميم. طيب انتر فلور او بارشال فلور. الجروس اريا مثلا 1200. الفلور نمبر 3 ادوار. ايه الحاجات اللي انت عايز تحطها؟ تمام، نيكست. السيتس الاندستري تبدأ تختار. الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب الديبارتمنت ممكن تقول له انا عايز كونفرنس وعايز سواء في 2D او في 3D. طيب اللارج بتاعتها، المساحه بتاعتها قد ايه، تختار اللي انت عايزه. انا اعمل مثلا من دي واحده. والورك ستيشن عايزين منها مثلا 2. الاوفيس عايزين منها 20، وواحده تكون كبيره وواحده دابل مثلا. انا شايف الموضوع سهل جدا وبسيط ازاي. تمام، هو بيبدا يحسب لك انت خدت قد ايه من المساحه الكليه. تمام، وتقدر انت ايه تحط اللي انت عايزه. هو بيقول لك انت خدت قد ايه اوفيس، خدت قد ايه ورك ستيشن، خدت قد ايه كونفرنس. وهنا بيقول لك البروجرام سامري. طيب ممكن اقول له بعد كده نيكست. فهو بيديك بقى تخيل للبابليك اريا هيبقى عامل ازاي. ممكن تختار مثلا سيلينج مختلف عن اللي هو اداهولك، وهو بيديك الشكل لها هيبقى عامل ازاي. البارتيشن تبدا تختار التصميم اللي انت عايزه. البرايفت اريا، السيلينج تقول له نيكست. هنا ده كده بيجيب لك بقى بلخص للبيلدنج، الفلور، السريد تاور. تقدر تدخل تعمل الايديت وتقول له سبميت. هو بقى بيعمل لك التصميم كله كل حاجه ويبعتها لك. طيب بيقول في خطوة لسه ناقصة في الفلور. تمام، نبدأ نقول له مثلا لو عندك أي ملف هتبدأ إن أنت ترفعه له. فأنا رجعت ورفعت الملف، وهو أنا بيقول لي مارك بلانبل أريا ستارت. تمام، ده مش المشروع اللي أنا بتكلم عليه يعني، بس إيه سريعا بنبدأ نحدد ايه المكان اللي هو يقدر بالذكاء الاصطناعي يعمل التعديلات اللي احنا قلنا له عليها. تمام، بيقول لي الانترنس فين وهكذا. هو مخزن المعلومات اللي احنا اديناها المرة اللي فاتت. هنا الرسالة دي معناها ان لازم اشتري على اساس الموضوع يحصل، لكن الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما انت شفت. انت بتديله مساحة وهو يعمل التصميم بتاعها زي ما انت عايز. هو بيقول هنا كونتاكت بالسيلز تيم عشان ايه يديني اعمل تجربه. مفيش مشكله، هتواصل معاه وان شاء الله. بس كده الفكره والتجربه تقدر تعملها ان شاء الله.